حبايبنا اولى بتانية سنة وإيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض كده في تفاصيل تواجدنا سواء سنتر أو أونلاين، وأنا النهاردة هرجع معاك شويتين لأن طبعاً حبايبنا اللي طالعين أولى ثانوي محدش فيهم لسه يعرف نظامنا إيه، ومش كل الناس اللي طالعين تانية كانوا معانا في أولى، فأنا حابب أتكلم معاك كده باستفاضة عن النظام بتاعنا السنة دي. نبدأ بالأول، تعالى نبدأ بنظامنا في السنتر، يلا بينا. إن شاء الله تعالى هنكون موجودين للصف الأول الثانوي بإذن الله تعالى في 3 سنين، اللي هم مين؟ سنتر ألفا في شبرا مصر، وسنتر الصحابة في شبرا مصر، وكمان سنتر فيوتشر اي تي بي برضه في شبرا. يعني احنا تواجدنا في أولى ثانوي مقتصر على منطقة شبرا بس، احنا عامة أولى وتانية هتلاقيها في منطقتنا بس والباقي أونلاين. طب تانية ثانوي مصر نفس السناتر اللي احنا ذكرناها دي اللي هي ألفا والصحابة واي تي بي، بلس ليهم أو ضيف ليهم كمان سنتر حورس في إمبابة إن شاء الله تعالى. ده كده لأولى وتانية ثانوي أماكن التواجد. نظام الحصة بقى حبيب قلب المستر بيبقى عامل ازاي؟ بص حبيب، أول حاجة أنت لازم يكون معاك الاي دي بتاعنا، وده بتستلمه حضرتك إن شاء الله تعالى قبل ما تيجي الحصة الأولى. الاي دي بتاعنا ده حبيب قلبي بتيجي بيه تعمل سكان أول ما بتدخل الحصة إن شاء الله تعالى، بيقوم جاي ظاهر عندي حضرتك جبت الحصة ولا لأ؟ يعني الحصة اللي فاتت دي جبتها ولا لأ؟ حضرت؟ اه حضرت. طب عندك مشكله في الواجب؟ ما سلمتش الواجب. طب جبت كام في الامتحان؟ يعني كل بياناتك بتبقى موجوده عندنا. حلو الكلام، يبقى الاي دي ده لا غنى عنه. الكتاب بتاعنا ان شاء الله تعالى بينزل قبل بدايتنا برضو، تقدر ان هو يعني حضرتك ان شاء الله تعالى يكون معاك الكتاب قبل ما تيجي الحصه باذن الله تعالى. احنا مش هنبدا دلوقتي خالص، احنا بدايتنا مع الدراسه باذن الله تعالى. يعني بيكون عندنا حصه بس قبل بدايه الدراسه باسبوع، حصه اساسيه عاديه جدا، وبعد كده بنبدأ مع الدراسة عادي جدا، بداية من يونت 1 وبداية من المنهج بتاعنا. حابب اديلك رسالة كده ان الانجليش مش كلمات وجرامر بس، عندنا مهارات وعندنا قطع وتراجم، ولازم أأهلك ان انت تطلع تلفة. طب مستر هو كله جد جد كده؟ بص بقى معلم، عشان نبقى متفق معاك في حاجة، التيك توكات والرحلات والطبلة والليلة دي كلها انا مش بتاع الكلام ده. انا هزر معاك وهضحك وهنطلع رحلة وهنعمل تيك توك والكلام ده كله ونهزر وكل حاجة، بس في وقته. لكن وقت الشغل ما ينفعش يتخللوا الحاجات دي كلها، فلازم حبيب قلبي تبقى مركز ان وقت الحصه انت جاي حصه، لان غير كده المكان مش هيكون افضل حاجه بالنسبه لك، ولا انت هتكون قاعد في المكان الصح، فهيكون التعامل بيننا مش احسن حاجه، وانا مش عايز دي خالص ان شاء الله تعالى. حابب برضه اقول لك ان هيكون في متابعه مستمره مع ولي الامر عشان نعرفه ابنه او بنته واصلين لحد فين معانا، ولازم يكونوا هما في اتصال دائم بينا، وده احنا بنتاكد من البيانات اللي حضرتك بتكتبها بعد اول حصه. وخلي بالك لو في بيان من البيان، لو في مثلا رقم ولي الامر حضرتك حاطه غلط، ما بيكونش في اي تهاون في الحوار ده. يعني يا مستر، يعني لو حضرتك حطيت رقم ولي امر غلط ولما جينا نتاكد اكتشفنا ده، فحضرتك اوتوماتيك بيتعمل لك بلوك من على السيستم بتاعنا وبتتمنع من الحضور في السنتر. فدي الحاجات لازم تكون مخلي بالك كويس جدا منها. وزي ما بقول لك احنا بنشتغل اولى وثانيه في السنتر ليه؟ مع ان احنا ممكن نكتفي بكل ده ونقول احنا موجودين اونلاين بس، ولكن احنا ستيل بنقول احنا بنحب طلاب شبرا ومنطقتنا، بنقول يا مستر ان احنا بدانا في المكان ده، فاحنا لازم نكمل ونطلع جيل حلو كده في ثالثه ثانوي، فاحنا شغلنا جد، فانا عايزك تستحمل ده. تمام كده نجم، مستنيك ان شاء الله تعالى. الحجز بدا في كل الاماكن اللي انا وضحتها لحضرتك في اول الفيديو، تقدر حضرتك تروح السنتر وتحجز وتستفسر عن اي حاجه من خلال الرسائل على صفحتنا في الماركتنج انجلش. تعال نشوف بقى تفاصيل التواجد اونلاين هتكون عامله ازاي. يلا بينا. اشتراك في الترم ده بيكون فيه شويه تخفيض، يعني مثلا لو الترم 3 شهور فاحنا لا مش بنعمل لك سعر الثلاث شهور، بنعمل لك تخفيض شويه عليه، وطبعا ده مش بيفتح طول السنه، يعني ده بيفتح مثلا 10 15 يوم ويقفل تاني على طول، بناخد فيه عدد معين وخلاص. طب يا مستر انا عشان اشترك في النظام ده او النظام ده لازم يكون عندي حساب على المنصه، وحضرتك بتعمل حساب ازاي؟ هتلاقيني موضح لك ده في فيديو تحت. طيب حلو قوي، انا بقى اشترك ليه؟ يعني ايه اللي حضرتك هتضيفهولي يا مستر؟ يا مستر قول لي كده حضرتك هتعمل ايه بس عشان انا عايز افهم. بص يا عم، اول حاجه حبيب قلب المستر كده، المحاضره بتاعتك ان شاء الله تعالى هتنزل لحضرتك كل يوم حد. ايه ده كل يوم حد؟ اه كل يوم حد، وهنحدد ميعاد بدايتنا باذن الله تعالى لسه مش دلوقتي، بس هي هتكون قبل الدراسه باسبوع. طب يا مستر المحاضره هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن الشرح بتاع الجرامر وكم سؤال كده بعد ما تخلص شرح الجرامر عشان يتفتح لك فيديو الحل، وشرح الكلمات وكم سؤال كده بعديه عشان يتفتح لك فيديو حل الكلمات. ايه ده؟ يعني انا مش هدوس على الفيديو يفتح لي؟ لا طبعا مفيش الكلام ده. بقلبي المحتوى بتاعنا بيكون فيديو شرح الجرامر بعديه كم سؤال تحلهم يتفتح لك الحل، فيديو شرح كلمات كم سؤال تحلهم يتفتح لك الحل. غير يا مستر
ايه تاني؟ ايوه الحل ده اسمه حل مع حل معايا، يعني انا بحل معاك كام سؤال كده، بحل معاك 50 سؤال مثلا. غير بقى فيديو الواجب اللي بيكون تفصيله لكل سؤال في الواجب، يعني انا في الحصه بخليك انت تحل لوحدك وكمان بحل معاك وبحلل لك كل فكره في الواجب. ده غير القطع والمهارات والتراجم اللي بتكون موجوده في كل فيديو ان شاء الله تعالى. ده غير طبعا شرح القصه بالطريقه اللي انت اعتقد يعني تكون سمعتها معانا السنه اللي فاتت لو انت كنت متطلبنا في اولى ثانوي. هنعمل لك كده سرد لاحداث القصه بشكل لطيف جدا سواء انت اولى او ثانيه ثانوي. طب مستر متابعة ولي الأمر بالدرجات أكيد هنتابعه كل أسبوع، وأكيد كل شهر بيتبعت لولي أمرك مسج كده فيها تقرير عن كل درجاتك وعن حضورك وعن التزامك معانا طول الشهر ده. فحبيب قلبي إحنا مش داخلين نهزر، إحنا داخلين السنة دي جد جدا، داخلين السنة دي عشان نأهلك تطلع تالتة ثانوي. رسالة أخيرة بقى لحبايبنا اللي بيبدأوا أولى وتانية ثانوي من أول شهر 7 دول. إيه يا نجم؟ أنت عايز تخلص المنهج إزاي؟ يعني عايز تدخل طب من دلوقتي مثلا؟ حبيب قلبي السنة فيها وقت كبير جدا. والذكاء في الانجليش مش ان انت تبدا في يونت 1 وتقعد تعيد وتزيد في يونت 1 ويونت 2، لا انت بتاخد لغه، فاللغه دي عشان تتاكد لازم كده قدر معين من المهارات يوصل لحضرتك. فالوقت اللي هنبدا فيه هو وقت حلو وهو وقت صح، بلاش تضغط على ولي امرك اكتر من كده، كفايه المصاريف اللي هم بيتحملوها ومصاريف الكتب وكل الكلام ده كله. فما تقلقش احنا بادئين في الوقت الصح. لو تقلق منهجك هيخلص وهنراجع وهنحل عليه، وهتفضل كمان فاكر كام حاجه كده في اللغه عمرك ما هتنساهم ابدا. ربنا معاكم ان شاء الله، واشوفكم دايما دايما كده في احسن مكان.